مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقه نستضيف شاعرا اجاد حبك وجع او وجع غربته، فكتب من احزانه على الورق وورثها الى المحب قبل ان يكتبها لتاريخ وطن وقضيه. معنا هنا في الاستوديو الشاعر محمد رامز القاري من سوريا. اهلا وسهلا فيك مجددا يا محمد معنا. تحياتي يا استاذ، اهلا وسهلا فيكم بمشاهدينا الاكارم. انرت بيت القصيد. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا فيكم، انا جدا مسرور بتواجدي بينكم. ونحن اكثر سعاده. محمد، الشعر في العزيوبيه يختلف عن الشعر ما بعد الزواج ام ان للمساله وضع او وضعا مختلفا؟ يختلف من حيث الكم، يختلف من حيث المواضيع. النتاج والكم. نعم، النتاج والكم يختلف حقيقة. قبل الزواج كانت هناك أمور، كان في وقت، كان في اهتمامات معينة. بعد الزواج اختلفت هذه الأمور، ما معناها اختلف أو اختلف الشعر. الشعر موجود، ولكن طريقة النظر إلى الشعر اختلفت بعد فترة الزواج. وحزن الوجع وثورة القضية ظلت أيضا؟ طبعا، هي باقية. باقي. هي باقية طبعا، ولكن الانشغالات والتكاليف الزائدة للحياة هي التي خبت نوعا ما. نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الوطن في وجدان الشاعر وإلحاحها عليه في القصيدة، حدثني عن هذا الإلحاح وكيف يزورك يا محمد. إلحاح الوطن في المكان والزمان الذي تكون فيه فيفرض نفسه عليك في النص. نحن بالغربة كما تعلم. الغربة بحد ذاتها هي صلة الوصل بيننا وبين الوطن. نعم، لا شك. يعني طبعا نتمنى أن نكون في ديارنا لولا هذه الأحوال التي وصلنا إليها. نعم. الوطن حاضر دائما في الشعر، في الذاكرة، في البال. لم ننقطع أصلا عن الوطن. أهالينا، أحبابنا، كلهم هناك في الوطن، يعني نتابع أخبارهم ومعهم خطوة بخطوة، حتى أن أخبارهم هناك. نعم. أهم من أخبارنا هنا. يا الله. ومتابعتها هناك أهم من متابعة ما يجري هنا. هناك الوضع مختلف تماما، تعرف، بين ضيق الحياة، صعوبة الظروف، الحياة القاسية التي يعيشونها، انعدام الأمن والاستقرار. يعني هذا شيء أساسي، انعدام الأمن والأمان، وبعدها حدث ما شئت. يا الله. كل ذلك يجعلك تطير من هنا لتبقى هناك. فنتابع أخبارهم دائما، يعني لم ننقطع عنهم أبدا، لم يكونوا بعاد عنا أبدا في ذلك. خذنا إلى أوائل قصائدك التي ستقرأها علينا في هذا المساء الشعري الذي سيطيب رفقتك يا محمد. بارك الله فيك. إلى أولى القصائد تفضل. أحب أن أبدأ بقصيدة ساخرة هزلية. وليكن. حتى لك ذلك، تفضل. نمتع القراء. صوت أزيز المدفعي، أقول صوت أزيز المدفعي أرقني بمضجعي، وبعد كل ضربة أقول جاءت أضلعي. يا الله. والناس والدواب كل هائم بلا وعي، ولو تراني ماشيا في الليل كالمقنع، توقفني دورية سلاحها بإصبعي، تصر أني مجرم وكاذب ومدعي، تقول هات ما لديك من سلاح مفزعي، فقلت ما معي. يعني أعد. فقلت ما معي. ولوح الضابط لي تموت إن لم تدفعي، فهمت فاشتريت منه بالنقود مصرعي. وفي طريقي عزف الرشاش لحن المبدع، تق 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 بمسمعي، والكل أخ 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 أخي من نسوة ورضعي، هرولت أبغي مخرجا من موضع لموضعي، رأيت شخصا من بعيد قادما كبعبعي، وقال إن الجيش في زقاقنا بمدفعي، ولي ولي يا ويللي في حينا بمدفعي، فقلت يا عماه ليس جيشهم مروعي، فقلت يا عماه ليس جيشهم مروعي، لو قلت إسرائيل ها هنا لكنت مفزعي، لكن بالمال بلادي حاكما تركعي، لكن بالمال بلادي حاكما تركعي، وبالرشاوي تقلب الحقوق فوق المدعي، يفتونها على مذاهب الكرام الأربعي، وللوضيع إن تصفق صرت أعلى مرجعي. يفتونها على مذاهب الكرام الأربعي وللوضيع إن تصفق صرت أعلى مرجعي.
فاهدأ فإني لقصيدي باحث عن مطلعي. هذه صخرة أو سخرية موجوع يا محمد، يعكس يعني بمرآة حزنه ظروف الواقع، حتى أنه من شدة إحباطه يعني انسلخ من حالة الحزن فبات يشعر بشيء من الهوس، فكتب حزنه بلغة السخرية. نعم، وهذا موجود في الشعر حقيقة، يعني الأمر وصل إلى حد الألم المبدع، يعني نحن نتألم بإبداع. نعم. نتألم بابتسامة، لم يبقى لدينا أي شيء بعد ذلك. يعني أنت هنا حاولت أن تقترب من الأصمع بشهيرة صوت صفير البلبل. نعم. هيج قلب الثمل الماء والزهر معا إلى آخره. نعم نعم، أحسنت يا محمد. وبهذا الأسلوب يعني عكسنا الواقع بطريقة مرضية لكل الأطراف، طريقة محببة للقلوب، بسيطة. هناك الوضع كيف يكون، تكون ماشي بأمان الله، هناك قصف، هناك دورية، هناك ضابط، هناك تتعرض لأي شيء، يعني قدر الإمكان حاولنا تبسيط الواقع. هناك من يعيب على بعض الشعراء أنهم يمتطون يعني مجازي البحور أو السهل والسلس من البحور، ويجتنبون أن يجربوا ويكتبوا على البحور الصعبة. قولك في هؤلاء، هل هم على صواب؟ يعني لكل مقام مقال، إذا احتاج الأمر إلى المجزوء أتينا بالمجزوء، إن احتاج الأمر إلى طويل أتينا بالبحور الطويلة، حسب الفكرة التي تنبع من الداخل، كيف يكون صياغتها؟ هل نكتفي بكلمتين لنصيغها في بحر من بحر طويل بسيط وكذا؟ يعني البحر يحدده المعنى والأفكار التي تجتاح الشاعر. أحسنت يا محمد. لا نستطيع أن أنا أقول الآن سأؤلف على البحر الطويل وآتي بالكلمات الجزلة وأقول أريد أن أضع هذه الكلمة وهذه الكلمة، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر أبسط من ذلك بكثير جدا. نعم. من كتب هذا فقد نجح، ومن كتب ذلك فقد نجح. نعم. البحر لا يحدده الشاعر، ولكن الشعر هو الذي يحدد البحر في النهاية. دعنا نذهب إلى العمق الموجة في هذا النص، وهي حكاية المدفع يا محمد، كما تحدثت، الانتقال من زقاق إلى آخر ومن حارة إلى ثانية، ولقاء شيخ ربما كان مروع من بعيد، وحينما حضر فكان مثل الحكيم وقال لك إياك فاحذر هناك. نعم. نعم. إلى آخره. هذا الوجع وهذا الفزع ربما يقودنا إلى سؤال: من هو عدو الشعب السوري الأكبر من العدو الذي تعرفونه باعتقادكم؟ العدو الأكبر مسألة جدلية، نظن فلان وفلان وفلان هو من وجهة نظرك. من وجهة نظري سؤال صعب طويل، يعني لا أستطيع أن أجيب عليه ببعض الكلمات. هل هي أنفسنا؟ الأنفس هي بداية كل خطأ وكل علة. يعني نقول النظام، الاعتياد على واقع معين ممكن أن يكون عدو أيضا؟ طبعا، هذه فكرة رئيسية، يعني نحن تعودنا هذا الوضع ففوجئنا بخلافه، فهذه العادة كانت بحد ذاتها هي عدو لنا ونحن لا نعرفها. هل ترى النسيان يدخل في باب الأعداء أيضا؟ أننا نسينا ما كان. نعم. طبعا عدو خفي. الانشغال؟ الانشغال بالحياة. نعم. الزواج. يعني الزواج يعني في سوريا الواقع مختلف تماما عن أي بلد. في سوريا واقعها لا نستطيع أن نقول أن تجربة فلان أو تجربة بلد معين نستطيع أن نجربه في سوريا. في سوريا الوضع مختلف تماما، يعني لا توجد مقومات من الأدنى إلى الأعلى حتى نطابقها ببلاد أخرى. فهذا الأمر مختلف تماما بهذه الناحية. يعني بالنهاية العدو هو نعرفه جميعا. يعني تمام. الآن سنذهب إلى برزخ الموت، عفانا الله وإياك، وإن كان لكل أجل كتاب طبعا. نعم. سنذهب إلى قصيدة لأبو العتاهية، ما رأيك؟ نذهب نشاهد معا إلى أبو العتاهية وقصيدته الشهيرة برزخ الموت، نتابع أعزائنا المشاهدين ومن ثم نواصل مع ضيفنا محمد رمز القاري، ابقوا معنا. لم لا نبادر ما نراه يفوت، إذ نحن نعلم أننا سنموت. من لم يوالي الله والرسل التي نصحت له فوليه الطاغوت.
علماؤنا منا يرون عجائبا، وهم على ما يبصرون سكوت. تفنيهم الدنيا بوشك زوالها، فجميعهم بغرورها مبهوت. وبحسب من يسمو إلى الشهوات ما يكفيه من شهواته ويقوت. يا برزخ الموت الذي نزلوا به، فهم رقود في ثراه خفوت. كم فيك ممن كان يوصل حبله، قد صار بعد وحبله مبتوت. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا هنا في الأستوديو معنا الشاعر السوري محمد رامز القاري. أهلا بك محمد من جديد. تحياتي أستاذ، أهلا وسهلا بكم. من الشعر وإليه، مجددا إلى الشعر يا محمد. عندما يتأفأف المهاجرون، عندما يتأفأف المهاجرون من الأنصار، تكون ما الذي يحدث حينما يتأفأف المهاجرون؟ تكون ردة فعل قاسية، يعني تكون خيبة أمل، تكون كل المعاني السلبية مجسدة في هذه المعاني. خذنا إليهم إذا. إن الأذى لا يقبل التأويل مهما ترى في دفتيه جميلة. إن الأذى لا يقبل التأويل مهما ترى في دفتيه جميلة. فإذا يقال مهاجرون فإنه يعني هنا التهجير والترحيل. إن الذي نصر الضعيف سياسة لا تأمنن لشأنه تحويلا. فبما أعلل طردنا من بقعة حملت لواء الدين جيلا جيلا. عبد الحميد أتيت أحمل حرقة لا تقبل التلطيف والتجميل. أنبيك عن شر السياسة قصة حدثت بموطنكم وليست قيلا. بدأت بوجه باسم متسامح متعاطف ثم انتهت تنكيلا. عن قصة المظلوم في أوطانكم يبغي الحياة عن الممات بديلا. لم يرض قتل أخيه دون جريرة أو أن يكون على البلاد عميلا. ما كان طالب منصب أو رفعة أو كان طالبا تمويلا. من مجه الكون الفسيح وجرحه بلغ الخليج نزيفه والنيلا. من مجه الكون الفسيح وجرحه بلغ الخليج نزيفه والنيلا. صدعوا الرؤوس مهاجرون وإننا أنصاركم بين البلاد طويلا. واليوم تختلف الرواية كلها ونرى المعافى لا يريد عليلا. إنا رضعنا عفوا. واليوم تختلف الرواية كلها ونرى المعافى لا يريد عليلا. لم يشهد التاريخ قول مناصر لمحمد إنا نراك ثقيلا. لم يشهد التاريخ قول مناصر لمحمد إنا نراك ثقيلا. إنا رضعنا في الأصالة قولة شيم النبيل بأن يظل نبيلا. لا أن يكون ملونا متلونا في كل معمعة سمعت صهيلا. يا أيها المظلوم جرحك شأنه فوق الكلام مرتل ترتيلا. وجميع حزنك للملائك مصحف يبدو على كل الدنا إكليلا. كذبوا علينا في السياسة، كذبوا علينا في السياسة أنهم قد طبقوا القرآن والإنجيل. ماذا جرى حتى يفيق مهاجر ونراه يرمى في العراء ذليلا. من أي حزن أبتدي بقصيدتي وهمومنا سيل يفجر سيلا. أعطنيها. من أي حزن أبتدي بقصيدتي وهمومنا سيل يفجر سيلا. عن غربة كتبت كراهية لنا وتشرد لا نرتضيه سبيلا. أم عن بلادي والممات خليلها إذ لم تجد في العالمين خليلا. في كل ثانية صدى مكلومة شقت عنان الكون ميلا ميلا. وأنين طفل والحجارة فوقه وترى يديه من الركام قليلا. مطر السماء بموطني أحقادهم ونرى الغيوم تساقط البرميلا. مطر السماء بموطني أحقادهم
ونرى السماء تساقط البرميل، ونرى القذائف والرصاص تناوبا للقتل فينا هاطلا سجيلا. في موطني ما لا يقال بجملة، في موطني ما لا يقال بجملة، ليت الأسى قد يقبل التفصيل. عبد الحميد، أتيت أشكو حالنا إذ قومكم لا يسمعون عويلا. إني رفعت إلى الإله شكايتي، والله خير حافظا ووكيلا. فدعاء مظلوم يقال بظالم لأشد وطئا بل وأقوم قيلا. أعطنيها. بارك الله فيك محمد. بارك الله فيكم أستاذ. ربما يقول قائل، نعم، بعد الاستماع لهذا النص، أن هناك جانبا من الحقيقة تعمد الشاعر إخفاءه وعدم إظهاره. يعني نحن مع فكرة أن المهاجرين السوريين أو أي مكلوم عربي لجأ إلى أي دولة استقبلته أحسنت استقباله إلى آخره، نحن مع حقه في حياة كريمة مستقرة هانئة هادئة وآمنة. لكن أيضا ألا تتفق مع من يرون أن هناك أحيانا بعض الحالات التي ربما تكون قد سببت خرقة بالقانون أو تجاوزا أو ظلما وقع على سين أو صاد من الناس، فكان هناك تصرف على المستوى الرسمي بحق هذه الحالة؟ أحيانا هذا يحصل، أليس كذلك؟ هذا يحصل تماما، ولكن بالنهاية يعني في سوريا هناك شيء خبيث، العقوبة جماعية والمكافأة فردية. نعم، يعني المسيء فلينال جزاء إساءته. نعم، لكن يعني ربما يصير قائل، نعم، ما حصل في سوريا ويحصل إلى اليوم لا يمكن مقارنته أبدا بما يحصل في أي دولة تستضيف مهاجرين أو لاجئين سوريين. لا يمكن أن نصنف أو أن نضع يعني الظلم هنا والظلم هنا في نفس الميزان. والظلم ظلم، ولكن يكون بمقادير مختلفة أحيانا. نعم، ليس كذلك؟ صح. نعم. يعني بالنهاية هو قدر تركيا أن يكون كذلك. يعني بالنهاية الحدود مشتركة، الناس عندما يغلق في وجهها جميع الأبواب وتجد بابا، طبعا مشكورين على حسن الضيافة، وهذا شيء لا ينكره عاقل يعني. أكيد. ولكن الأحداث الأخيرة التي أحيانا الواحد منا يعني يشعر بشيء من الظلم حينما يكون هناك تصرفات فردية بحق بعض اللاجئين. وضحت هذه الفكرة يا محمد، ما رأيك أن نتحدث قليلا عن الشعر ولكن بطريقة مختلفة؟ طبعا. إذا أردنا أن نتحدث عن الخنساء مثلا، نعم، لماذا لم يصلنا من شعر الخنساء إلا ما بكت به أخاها صخرا فقط؟ أما من ريبة في هذا الأمر باعتقادك؟ يعني العرب اهتمت كثيرا بموضوع الرثاء، والحزن كان دائما ينتقل من شخص إلى شخص، وهذه القصائد التي تركتها تماضر بنت عمرو باب بحد ذاته في الرثاء في الشعر. يعني من أراد الرثاء فليقرأ لشعر الخنساء. نعم. وإن صخرا لوالينا وسيدنا، يعني الكثير من هذه القصائد الجميلة. يعني أنا شخصيا ما تخيرني بين قصيدة رثاء للخنساء وقصيدة أخرى، أحمل الخنساء بين جانبي وأحدث بها الآخرين. الله، الصدق الموجود عند الخنساء، العاطفة الموجودة، الألم الموجود. نعم. لم يكن صنعة شاعر، ولكن كان وليد مشاعره. فالصدق ينتقل بصدق وينتشر. أحسنت يا محمد. يعني هذا هو وجهة نظري. يعني إلى قصيدة جديدة الآن. قصيدة جديدة، نبتعد قليلا عن، تفضل خذنا إلى ما تحب. أقول يا جليسي إن الهموم سواء، كل ناء عنا يقول هراء، فدع الناس تنتقي ما تشاء. يا جليسي إن الهموم سواء، كل ناء عنا يقول هراء، فدع الناس تنتقي ما تشاء. وتناسى الدنيا وفكر مليا، يوم ندنو من الرحيل سويا، فرحة تملأ الوجود دويا. يا جليسي دعني أقاسمك ما بي في حياتي من محنتي ومصابي، أنت أغلى لدي من أحبابي، إن حزني بغربتي وبعادي جبل من أسى يشق فؤادي،
أفروحي من صخرة وجمادي وكياني مكبل بحديدي؟ ليس في الخطب من حديث جديد، فأنا منذ فجر عمري العتيد انتجت بسمتي، فذاك دليل أن ما أخفي في الضلوع جليل جليل، وبأني من الكروب عليل. وبأني من الكروب، من الكروب عليل. يا جليسي إن الحياة هموم، وبلاء وآفة وسموم، قلة في طياتها من يعوم. يا جليسي إذا رأيت جفونا وخدودا أحس في جنونا، كان عندي في الناعمات فتونا، وانجذابي إلى الجمال عجيب، سره أمر في النفوس غريب، ليس يدريه عالم وطبيب. كنت إن أقبلت فتاة تسير، يخلع العقل جانبا ويطير، وكياني مكبل وأسير في بريق الخدود والمقلتين، مقتلي بالجمال من نظرتين مع مزيج الدلال والبسمتين. قد مضى ذاك وانقضى وتولى، عهد أيام في الهيام أطلى، وزمان بحسنه قد أظلى، كل قلبي برقة وسروري، ما لروحي مصابة بفتوري، أين إحساسي بل وأين شعوري؟ يا جليسي بالأمس كان هوانا، روعة في الإخلاص حين ترانا، تقتفي الناس فيه كل خطانا، قبلة في الهوى يشار إلينا، وانسجاما يذوب بين كلينا، ما علينا فقد مضى بيدينا. قد غمرنا الأكوان طولا وعرضا، والسماوات والفضا والأرض، بهجة حتى قيل في الحب مرضى. الله الله الله، كيفما الجفن رف يوما ومالا، ترسم الذكرى يمنة وشمالا، كلما كان فتنة ودلالا، كل ما كان فتنة ودلالا. ليس في الكون ما يجيز الغدر في الحب في عفوا ليس في الكون ما يجيز الغدر من حبيب، وإن رأى فيه عذرا، أي شرع يحلل الطعن ظهرا؟ دع هواها حتما ستدرك أني لا شبيها لي في المحبة مني، وتأكد يوما ستبحث عني. وتأكد يوما ستبحث عنّي. والله، والله. أنت واثق؟ واثق. أتمنى أن تبحث عنك السعادة التي ترتقب وتأمل. بارك محمد الله فيك. رامز القارئ الشارع السوري. لابد أن نخرج إلى فاصل. نخرج. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد رفقة محمد رامز القاري. حدثني يا محمد، سؤال ربما يكون مفاجئا لك، حدثني عن القرآن الكريم وكيف أثرى روح الشاعر لديك، هل عشت مثل هذه التجربة؟ تفضل. طبعا نحن لما كنا صغارا في المراحل الأولى يعني ابتدائية حتى ما قبل، يعني كنا نذهب إلى معهد تحفيظ القرآن، فاللغة العربية عشنا معها وجها لوجه في البداية مع القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم. هذا الشيء ولد مع الأيام تعلق باللغة بالقرآن بالفصاحة، يعني نجد أن اللغة مهما علت القرآن أعلى منها. نعم. كلمات القرآن، الجزالة، الألفاظ، يعني بالنهاية القرآن أصلا ورد بلغة قومه، ورد بلغة الناس، فلا يوجد انفصال بين القرآن وبين اللغة العربية. اللغة العربية الآن نجدها غريبة، ولكن قبل عصور أو في ذلك العصر كانت لغة الناس، يعني كيف نحن نتحدث بهذه البساطة؟ نعم. على مستواك الشخصي هل حدث أثر؟ على مستواي الشخصي طبعا حدث أثر وتأثر، يعني هي بالنهاية يعني أي شيء عندما أريد كلمة مثلا أسترجعها ربما من القرآن، هذه الجزالة الألفاظ، هذه
هذا القوة التي نجدها في اللغة العربية في القرآن يعني لا نجدها في مكان آخر يعني مهما على شأن كاتبها. يعني أنا شخصيا تأثرت ب كيف أقول لك بـ بـ بالأسلوب بشكل عام، عندما تجد مخاطبة الناس، الكلمات المختارة في كل سياق، هذا الشيء يعني بلاغة معجزة يستفيد منه الشخص. نعم أحسنت. بارك هذه بارك. البلاغة المعجزة ألا ترى أن هناك من يهجرها اليوم ويحاول تغريب بعض المفردات، إهمال بعض المفردات التي تنبني عليها البلاغة العربية وتصل إلى وجدان الناس وتحدث الكثير من الأثر؟ ماذا نقول لأولئك الذين يحاولون تغريب الصورة الشعرية أكثر من الاندماج في واقعهم وظروف الحياة التي يعيشون؟ ممكن مرة ثانية السؤال؟ ما مرة ثانية، من يغربون اللغة العربية فيستخدمون ألفاظا ليست من العربية ويقحمونها بالشعر العربي ويزعمون أن الحداثة هي التي ينبغي أن تحل محل الواقع الشعري اليوم فتكون هي واجهة اللغة العربية. يعني هي مرحلة مؤقتة، يعني بالنهاية اللغة العربية شاو أم أبو باقية ومستمرة، هذه الكلمات موجودة الآن بعد فترة ربما تنتهي، أما اللغة العربية بكلماتها وفصاحتها مهما تكالب عليها الناس مهما قالوا فيها فهي مستمرة باقية. هذه الكلمات ربما اليوم نستخدمها في معنى غدا نهجرها، بعد غد نستخدمها في معنى آخر، فهم ليسوا بعبرة. وهذا الجدلية مستمرة دائما، الحداثة والكلاسيكي يعني الشعر الكلاسيكي. فالأصل في الشعر في اللغة العربية أن يكون في كلمات يعني تعرفها الناس. يعني بالنهاية الشعر هو مرآة الواقع. إن كنت مثلا أنا أقول شعر جزيل فأعرف أني أكتب لناس تفهم هذا المستوى، وإن كنت أن أكتب بلغة رديئة فهذا المستوى الذي يحيط بي. فالشعر يعكس هو هموم ومعاناة ولغة الشارع بالنهاية. حدثنا عن تجربتكم في المركز الذي تقوده يا محمد، وفكرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ودوركم في مد جسور التواصل مع البلد المستضيف. عندنا عدة تجارب حقيقة في هذا الموضوع. اللغة العربية لغير الناطقين هي أحد أساسيات المركز لدينا. اللغة العربية لغير الناطقين كانت ولا تزال هدف نسعى لتحقيقه ونشره. الفئة التي نستهدفها هم المهتمون بدراسة اللغة العربية، إن كان بالعلوم الإسلامية أو طلاب الإلهيات واللغة العربية. هذا قسم مهتم، الناس المهتمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية أيضا. وفي شغلة في هذا البلد اكتشفناها والناس تكتشفها لاحقا ومنهم من اكتشفها، اللغة العربية للأطفال العرب الموجودين هنا. جميل. الأطفال العرب موجودون هنا في المدارس التركية يدرسون بالتركية. يعني أحيانا يشرح لك كلمة يقول كيف أقول لك، يعرفها بالتركي أكثر من العربي. تعال اقرأ، قراءته رديئة، تقول كلمة فصيحة وليس بها الفصاحة الكبيرة، ليست جاهلية، يقول ما معناها. فهذا هنا يوجد فجوة. نعم. انتبهنا لها. أنتم تعملون على تغطية مثل هذه الفجوات؟ نعم. السنة الماضية كان في عندنا دورة للطلاب العرب المقيمين في المدارس التركية، وكان في إقبال جيد، وكان حاجة الأهل ملحة لهذا الأمر. فهذا الأمر شيئا فشيئا ستكتشف الناس أنهم يخسرون لغة أبنائهم من غير أن يحسون. يعني إلى القصيدة الجديدة محمد، تفضل. القصيدة الجديدة أيضا كما بدأت ساخرة أقول: تمهلوا لا تقلقوا من كل أمر يقلق، من كل ما من شأنه لأجله أن تأرقوا، لا شيء يستدعيكم أن تحزنوا وترهقوا. إن قيل لا قصف هنا ولا دم فصدقوا، أو قيل في بلادنا تآمر فصفقوا، وغير من يقول هذا أحمق وأخرق. إن الطيور دائما في موطني تزقزق،
البدر في عليائه والشمس فيه تشرق والفل والريحان في أرجائه والزنبق والياسمين أينما تسير دوما يعبق. البدر في عليائه. البدر في عليائه والشمس فيه تشرق والفل والريحان في أرجائه والزنبق والياسمين أينما تسير دوما يعبق. تمهلوا تمهلوا عقولكم لا تغلقوا. الناس تمهلوا تمهلوا عقولكم لا تغلقوا. إن البلاد جنة لا مثل ما قد ينعقوا. الناس في أعمالها وصبية تراهق والبعض من فرط السرور في العلا يحلق. أما إذا رأيت في البلاد ما يؤرق لا داعي أن تقول للدنيا هناك مأزق. أما إذا رأيت في البلاد ما يؤرق لا داعي أن تقول للدنيا هناك مأزق. لا داعي أن تحدثوا بما جرى وتنهقوا. فأغلقوا آذانكم حتى الرصاص يطلق. وإن رأيتم طفلة مقتولة فأطرقوا. وليس من ضرورة في القصف أن تحدقوا. إن قيل ما لون الهلال أخبروهم أزرق. فذاك عندهم كبير عالم وحاذق. أو قيل إن شعبنا مشتت مفرق. فأخبروهم أنه موحد موفق. حتى تكونوا آمنين هادئين نافقوا. وطبلوا وزمروا تزندقوا تمنطقوا. لا يحيا في بلادنا إلا الذي ينافق. تمهلوا لا تقلقوا لا شيء فيكم يقلق. أعطني تفضل. وهنا أيضا أنت يعني تمارس نوعا من تهكم. جلد الذات أيضا، وكأنك تقول إن هناك من قبل بمثل هذه الأفكار فنافق، هناك من تعمد أن يخنق أرجاء الزنبق، هناك من تعمد أن يغلق أذنيه ويصم ضميره عن أنين المعذبين. للناس الحياديين، لماذا كل هذا الغضب المغلف بالسخرية؟ الناس الحياديين الرماديين يعني لا نستطيع أن نخاطبهم إلا بهذا. نعم. الآن دعنا نعود إلى سوريا مجدداً. نعم. تكثر مؤخراً الأحاديث التي تذكر السوريين وعموم الأحرار في العالم ككل بواقع السوريين ومرارة ما لاقوه في سبيل تحررهم. لو أردت أن تستذكر قصة مؤثرة حدثت لأحد تعرفه أو شخص يعز عليك، أو قصة سمعتها فظلت عالقة معششة في الذاكرة، وآن الأوان أن تخبرنا إياها، تفضل. في الشام من سجل الثورة. نعم من سجل الثورة. في البدايات كان الناس وأنا كنت منهم، حتى أصدقاؤنا، أماكن تحتاج إلى مساعدات، أماكن تحتاج إلى بعض المعونات، كنا نذهب خفية ونؤدي هذه الخدمات. نعم. في أحد الأيام كنا مجموعين معا، فذهب بعض الأصدقاء فإذا بحاجز طيار، نحن نقول له، كانوا ثلاثة. ظهر فجأة الحاجز، أين تذهبون؟ معكم سيارة؟ ما هذه الأغراض؟ نحن نذهب كذا. فأخذوهم، وهذه في وسط العاصمة، يعني في وسط. نعم. الشام، لا نقول عن الأرياف ولا نقول عن أماكن بعيدة. أخذوهم، حققوا معهم، فتفاجأنا بعد يومين ثلاثة، واحد منهم استشهد والثاني أصيب، ولو لم يمثل أنه ميت لكانوا أجهزوا عليه. يا الله. هذه عاينتها، كنت قبل ساعة كنا معا. ذهب الأصدقاء كما قلت لك، بعض المؤنة يريدون أداءها إلى بعض الأشخاص، فظهر هذا الحاجز فأخذهم. في تلك الفترة كانت مواضيع الانتقام، منطقة حي كذا وحي كذا، يأخذون من هنا. فقتل هذا الشخص وأصيب الآخر، ذهب للأردن للعلاج، ثم عاد يا الله إلى سوريا، بقي مع صفوف الثورة حتى استشهد هناك. هذه لا أنساها، هذه القصة والأصدقاء لا أنساهم ما حييت.
ربما هذا يقودنا إلى مصر القادم وفيه ترجمة شبه قريبة من الحديث الذي ذكرته والقصة التي رويتها. تهميشات على معلقة امرؤ القيس. حوار جرى بيني وبين امرؤ القيس. خذنا إلى ذي القروح إذا. قفا نبكي من قتل وتدمير منزلي بحمص وداريا ودوما وإنخلي وبانياس أنت إذ أهين شبابها وقد مضغوا فيها مرارة حنظلي وما حلب والدير أكثر راحة ولا الشام عن هذه المآسي بمعزلي وإن يك طفل في الجنوب منكدا ترى الحزن في غرب وشرق وشمألي أرى وطني يعدو ويلهث خلفه سباع الردى تبغيه دون تمهلي فإن فر من ذئب تلقاه جارح وإن أمسكاه ذاق أبشع مقتلي فما استعط إمعان التحملق ساعة لهول الذي منهم سيصلى ويصطلي فقتل وتجويع وقصف وذلة فلا عجب إن بل دمعي محملي وقوفا على هذا التراب فإنه وإن نجسوه طاهر لم يبدلي إذا درن يجلى بماء فموطني طهور وإن بالماء لم يتبللي فعذرا خليلي إن بكيت ولا تقل لي اليوم لا تهلك أسا وتجملي فلم يتسع في القلب أي مساحة لصبر وبقيا موضع لتحملي إذا جلدت نفسي لفقد أحبة فلست على الصبر الجميل كأولي تكاثرت البلوى وطالت نيوبها فلم تبق ظلما أو نحيب مكبلي ألا يمرئ القيس العظيم فصاحة دع الطلل البالي ودار تجلجلي ودع جانبا أم الحويرث والهوى وجارتها أم الرباب بمأسلي فإن بلادي لو نظرت لوجهها تزلزلت بالأعماق شر تزلزلي فما بقيت شام فريدة عصرها ولا ظلت الحسناء حين التدللي فكل الذي فيها كآبة عاشق على فقد من يهوى بغير تعقلي جميع الدنا تغفو ويسهر موطني يرقم أسماء الضحايا بجدولي وعالمنا المخصي يعلو نباحه وإن فك عنه القيد ليس بكامل نوائبنا للعالمين حكاية تقال مساء أو كمثل مسلسل فلا اخترقت سمعا رصاصة قاتل ولا فطرت قلبا دماء القنابل أقول بحزن يمرئ القيس إننا رجعنا إلى عصر الجفا والترحل بعصر جنون العلم نطلب لقمة ونقتسم الدنيا اقتسام القبائل بأرض خلت آفاقها من شجيرة عن المخيمات مخيمات اللاجئين بعصر جنون العلم نطلب لقمة ونقتسم الدنيا اقتسام القبائل بأرض خلت آفاقها من شجيرة وجادت برمل من جهنم يغتلي وخيمة بؤس لو تراها وما حوت على زعماء العرب حتما ستدفلي صباحا تنام الشمس في جنباتها وليلا ينام البرد في كل مفصلي كذلك شأن الحر يكرم ضيفه ويرفعه أعلى مقام مبجلي ونلبس ثوبا عافه الدود رفعة وأطفالهم تلهو بفرو ومخملي بذا رضيت أبناء جلدتنا لنا من الذل فانظر ما بنا وتأملي فأغمى عليه ثم صاح بحرقة ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي فقال لقد كنا بعصر جهالة وننحر فيما بيننا في المحافل ولكننا أسمى وأرفع عزة وأخلاقنا عما وصفت بأفضل إذا أحد فينا استجار نجيره وليس بنا من غادر ومخذل فقلت رويدا إنما قلت قطرة من المزن لا تغضب ولا تتعجلي
فواقعنا خزي وعار وحطة، وإن زيفوه بالرؤى والتأول من المشرق المغموس بالنفط والخنا إلى مغرب يرنو الجراحات بن علي. نسوا بيننا شرع يؤلف جمعنا، ونور أتانا في كتاب منزل. يا الله. فعقب كنتم خير أمة، فعقب كنتم في الدنا خير أمة، وكيف وأنتم من حضيد لأسفل. بهدت فلم أقوى التحرك ساعة، وقد كان مثل الطعن مر التحمل. وقد كان مر وقد كان مثل الطعن مر التحمل. أنت لا تحفظ قصائدك يا محمد؟ لا أحفظ والله، هذه قصيدة كتبتها زمنا وهجرتها وعدت إليها مجددا. هناك من يعيب أحيانا على الشاعر أنه لا يحفظ شعره، لكنني أحيانا يعني أسوغ الفكرة وأهرب من باب أن المكثر بالكتابة أو الذي يعيش هموم أهله وحيه ومدينته وبلده ربما تكون الفاجعة أكبر من فكرة أن يردد قصيدة فيحفظها، إلى جانب أن المقل بشعره ربما يحفظ قصائده الخمسة أو السبع، أليس كذلك؟ يعني هذه وجهة نظر واقعية جدا، يعني المكثر لن يمضي وقتا بحفظ قصائده. يعني هناك كبار الشعراء لا تحفظ أشعارها، يعني لا تحفظ أشعارها. نزار قباني لا يحفظ شعره، محمود درويش لا يحفظ شعره. المهم الإحساس، المهم أن يصل للقلب، إن كنت تحفظه أو إن كان على ورقة. أحسنت. فهذا هو رأيي بالموضوع. خمس أسئلة سريعة عن كلمات خمس، أريد معناها الذي يمثلك ولا أريد معناها الدارج. تفضل. الأسرة. كل شيء. الأم. الحياة. التراب. المرجوع. الصدمة. الصدمة. ماذا تمثل لك؟ الخوف. القوة. الخوف يمنحك القوة. كي لا أخاف منه أريد قوة. حتى لا تخاف عليه. أنت بحاجة إلى أن تكون قوية. نعم. أحسنت يا محمد. الآن خذنا إلى القصيدة الختامية حتى تروح على السادة المشاهدين بعد القصيدة الممتلئة حزنا وفجيعة ودما وألما إلى هذه القصيدة. هذه القصيدة من قصائد الشباب إذا صح التعبير، يعني كتبتها منذ سنوات. أقول وهي حكاية شعرية قصصية. تمر بقربي لعلي ألبي نداء فؤاد وشوق وحبي، وترنو إلي لعل إليها أميل فتأخذ مني لبي. وذات ثلاثاء جاءت ومالت أمامي وقالت عيونك تسبي، ولطفك لطف لطيف تطوف اللطائف فيه فتطفو بقلبي. فكم كم وكم كم كبت روح أنثى وباتت تكفكف دمعة خطبي. ومن من ومن من رآك تمناك من كل إنس بشرق وغربي، وتسلب جل العقول وتسبي فحسبك رب السماء وحسبي. وتسلب جل العقول وتسبي فحسبك رب السماء وحسبي. وللشعر صرت أميرا تقول كلاما عن الشاعرية ينبي، سأدعوك شوقي بين الأنام فهذا يلائم من دون ريبي. فقلت أسمى محمد واسمي أحب إلي من المتنبي. الله الله الله. فقلت أسمى محمد واسمي أحب إلي من المتنبي، فعادت تقول وعدت لأصغي كليمات مدح تفوح لكسبي. وحين أراك أسر كثيرا وأنسى همومي ويفرج كربي، فجسمي إليك ورهن يديك ففي مقلتيك أسيرة حبي. فخذ ما أردت وما شئت مني فها أنا قربك جنبا لجنبي. فقالت وقالت بدل وغنج تظن بأني عبيد لهدبي، فقلت كذلك قالت أجل. وسرت قليلا وسارت لقربي فلملمت نفسي وملت إليها فمالت علي. فقلت بعجبي معاذ معاذ الإله فإني أخاف الإله ولا أعصي ربي. ودوما إذا احتد هذا الحديث وما بيننا أي ستر وحجبي، أفيق على صوت أمي ملبي نداء فؤاد وشوق وحبي. يعني كله كان منام ورؤية. كله منام.
نتمنى أن يكون منام خير وسعادة لا تنقطع. مر الوقت سريعا رفقتك يا محمد، ظل أنا أسألك سؤال الختام. بارك الله. الأمنية التي تتمناها لكل من يحبك، للشام التي تشتاق إليها، ولكل من يستحق الخير فوق هذه البسيطة. أتمنى أن يعم السلام على الجميع، أن نعود إلى موطننا في أقرب وقت. دعنا نرجو، فالأمنية ربما يكون محال أن تتحقق. نرجو أن نعود إلى بلادنا في أقرب وقت. الغربة مهما كانت حلوة فالوطن أحلى. نعم. ونسأل الله أن يعم السلام على الجميع، المغترب يعود، المريض يعافى، المبتلى يشفى، يعني هذا أقصى أمانينا للجميع. في الختام ظل أن أختم بأبيات شعرية قليلة وأوجهها لكل صاحب رسالة يكرس حياته ودمعه ودمه وقلمه وكل إمكانياته من أجلها. أقول في الأبيات وعنوانها بطاقة هوية: لا شك أنك مثل الضوء ترتعش، تعطي الحمام حنانا ثم تنكمش، ينتابك الصمت إن باح الربيع بما يرضيك ترتاح، رغم الضيق تنتعش. أراك واحة عشق طاف نخلتها أهل الغرام وفيها طيفهم فرش، يرون وجهك شمس الله كعبتهم، كم حدقوا فيك من شوق وما رمش. يرون وجهك شمس الله كعبتهم، كم حدقوا فيك من شوق وما رمشوا. تعطي لهم ماء قلب منك عن فرح، وفيك ما زال يا ابن الغيمة العطش. بارك الله فيك أبو أحمد. الله يبارك فيك يا رب. محمد رامز القاري، الصديق الطيب والخلوق، الله يبارك والشاعر الجميل ببساطته، بقربه من الناس، بقربه من كل من يسعى إلى تحقيق حلم، وحلمك الحرية، وكثيرون يشاركونك هذا الحلم. مر الوقت سريعا، أتمنى أن نجتمع دائما على موائد الشعر يا محمد. الله يسلمك يا رب، أنا مسرور جدا بوجودي معكم، وأتمنى الخير والنجاح لهذه القناة الكريمة، وشكرا لكم وللجنود المجهولين العاملين في هذه القناة. شكرا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.